يا اهلا وسهلا. بالنسبه للقضيتين اللي هزونا كلنا من جوه، غير موضوع ان هم طبعا هزوا الراي العام والناس كلها بتتكلم عليهم وكده، انما هم بصراحه هزوا كل الاسر وهزوا كل الامهات وهزوا البنات وهزوا الشباب. قضيه احمد بسام زكي وقضيه الفيرمونت، فكره انه الموضوع عدى مرحلة انه حد بيتحرش او حد بيقول كلمة او حد بيضايق حد، او واد غلس او واد سقيل او واد بيرمي جتته على واحدة ويقعد يعني يطاردها بشوية مسجز، فما ما تردش عليه، يعني يبقى في ايديها كده انها ايه، لا انا مش هعبرك او مش هكلمك. الموضوع عدى المراحل دي، الموضوع وصل لرعب، وصل لانه البنات انتهك عرضها واغتصبت. طبعا انا زي اي ام في الدنيا، يعني انا ام، واكتر حاجة يعني ممكن تأذيني وتتعبني وتكسر قلبي انه بنتي يتعمل فيها حاجة وحشة، دي اكتر حاجة ممكن اموت فيها. ربنا يحمي كل بناتنا يا رب، وربنا يخرج البنات اللي في القضايا دي واللي يعني اتلطوا او دخلوا او حصل لهم اي حاجة يعني في القضايا دي، ربنا يخرجهم منها على خير. انما انا يعني هحط نفسي مكان اي ام بنتها ملطوطة في حاجة من الحاجات دي، مش هقول بقى بعد الشر، ومش هستعلى، ومش هقول لا احنا فين وانتوا فين وانا بناتي، لا لا لا، الفتن محدش كبير عليها، احنا بندعي ربنا يحمي ولادنا ويبعد عنهم شر الفتن ويبعد عنهم شياطين الانس والجن. احنا بندعي، مش واخدينها انه احنا متربيين قوي واحنا بصوا الناس اللي مش مربيين عيالهم، لا 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 لا، عمرنا ولا عمري اقول الكلمة دي، ولا عمري يعني ايه اتعالى على حد عشان انا مربيه ولادي، انت مش مربيين ولادكم، لا 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 خالص خالص خالص. بس انا بحط نفسي مثلا مكان اي ام بنتها بيحصل لها كده، انا لو في الموقف ده انا هضرب نفسي 50 صرمة. انا اسفه، انا بقول يعني من غير تجميل، انا لو في مكان اي ام بنتها حصل فيها كده، انا هقطع الشبشب على دماغي انا الاول، علشان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا لما تبقى بنتي في سن صغير وفي رقبتي وفي رقبة ابوها وابقى انا مسؤول عنها، مفيش حاجة اسمها اتضحك عليها لغاية اما تروح لفلان او لعلان ويستدركها لغاية اما تطلع عنده فوق فيعمل فيها فينتهك عرضها فكذا. التقصير يعني لازم يكون مني، ده definitely، ده 100%، يعني محدش يطلع ويتنصل من المسؤولية ويقول الواد غلطان. ما هو الواد غلطان، مش هو مش غلطان عادي، هو في مصيبة سودة، هو خلاص، هو ربنا أصله بيستر، بيفضل يستر يستر. واحد غلط مرة مرتين تلاتة وبعد كده بيفضحه على رؤوس الأشهاد، والفضيحة بتبقى مروعة، الفضيحة فظيعة. فخلاص الواد مفروغ منه، وهو فضل يصر يصر يصر، مش على معصية، لا لا، هو مش بيأذي نفسه، هو بيصر على الشر والإيقاع بالبنات. فده خلاص، أدي إيه الواد الأولاني ده اهو في القضية ومتحول وكذا وبتاع. الولاد بتوع الفيرمونت ده الموضوع عدى عليه 6 سنين، يعني موضوع يعني هم كول جدا، يعني العملة خلصت واتنست واستحالة تتكلم. انا معرفش طبعا هي القضية شغالة، بس انا بقول انه احنا دلوقتي لو براءة سيدنا يوسف من دم براءة الذئب من دم ابن يعقوب،
لو انا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، انا هيجي بعد الذئب ده اللي اتهموه ان هو قتل وكل سيدنا يوسف، فدايما يقول لك ايه، لا ده هو بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بعد حين اكتشفوا ان الذئب بريء، مش وبعد حين يكتشفوا ان هو مذنب، ده دول وبعد حين، يعني هم ما عندهم ما فيش اي قضيه فوق دماغهم ولا حد جرمهم ويعيشوا في الارض فسادا، ولا معايشين، ولا يمكن تابوا، ولا انا ما اعرفش، انا ما اعرفش، يمكن العيال دي تابت ولا يعني بقوا كويسين، انا ما اعرفش. بس بعد 6 سنين ربنا يفضحهم ليه؟ يبقى يا اما في اصرار على المعصيه، يا اما في حاجه. المهم يعني مش موضوعنا، ربنا اللهم، يعني انا مش اللهم لا شماته، وانا هشمت في مين؟ انا ما اعرفش الناس دي اساسا. بس الفكرة انه انا لو ام البنت، انا دلوقتي هتكلم عن البنت، وطبعا الولاد انا لطمت بعد ما سمعت القصة دي، وقعدت جبت الصبيان ولادي، هما طبعا في حتة تانية خالص، هما يعني احنا في الفورتنايت وبنلعب، هما في حتة تانية في منطقة تانية، مش مركزين في العيشة دي، بس حاجة مرعبة. يعني ليه ابن يبقى مثلا اهله تعبانين عليه يطلع يعمل كده؟ يمكن مش متعوب عليه، يمكن ما اعرفش. فانا مسؤوله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، انا مسؤوله عن بنتي. يعني ايه بنتي تزن عشان تخرج كل يوم وانا اوافق وعادي اخرجي واسهري وباتي بره؟ ليه هو من امتى ده كان بيحصل؟ من امتى بناتنا يخرجوا ويروحوا ويوصلوا لبيوت حد واحنا مش دريانين ليه ازاي؟ ولو البنت راحت عند صاحبتها او عند بنت خالتها او بنت عمتها، بنفضل معاها على التليفون؟ ده احنا ده احنا ناقص، احنا بنشوف كل حاجة بالفيديو، يعني ده احنا ناقص نبقى معاها في الخروج. يعني انا ناقص ابقى في قلب الصالة اللي بنتي قاعدة فيها، احنا يعني ايه مش دريانة؟ ويعني ايه البت مثلا ممكن تتجوز عرفي، ولا تشرب خمرة، ولا تشرب مخدرات، ولا ينيموها، ولا يبيتوها في أوضة، ولا يعني ايه كل ده يحصل وانا امها ما اعرفش ابقى نايمة ومش دريانة؟ ايه يا جماعة وشياكة ايه اللي انتوا فيها دي؟ ولا مين فيها؟ بتكلمش على الناس دي، ولا بتكلم على ناس معينين، انا بتكلم عن اللي عايشين حياتهم كده عادي. اكتشف ان بنات عندهم 15 سنة بيشربوا خمرة، ليه؟ اصل امها بتشرب وابوها بيشرب. طيب يعني ادي يعني خلاص قدوة ايه بقى وبتاع ايه؟ يعني الاب بيشرب والام بتشرب، فانتوا عايزين بنتكم مثلا ايه؟ يعني فاردة سجادة الصلاة؟ والله يخلق من ظهر الفاسد عالم، ويخلق من ظهر العالم فاسد، بس مش دي القاعدة، مش دي القاعدة، دي الشواذ على فكرة. القاعدة ان انا بقلد امي وبقلد ابويا، دي القاعدة. الشواذ هي اللي يخلق من ظهر الفاسد عالم، دي الشواذ حضرتك. ايه العيال احنا بنخلف العيال عشان نرميهم ونشتري دماغنا؟ يعني انت مثلا بنتك تزن عليكي، تفضل تزن عايز اخرج عايز اخرج عايز اخرج وخناق، فانت تشتري دماغك فتقولها غوري في داهيه؟ ده ايه المصيبه دي؟ لا طبعا ما تشتروش دماغكم، يعني مفيش حاجه تنزل وتسوق بالليل وتروح وتسهر مع اصحابها، وانت تخشي تنامي وتجيلك وانت نايمه ما تدريش هي جت الساعه كام وما جاتش الساعه كام. والواد برضه، واد ايه اللي يروح ويعيش حياته وينبسط ويضرب مش عارفه ايه ويشرب ايه وبتاع ويجي كده ونقول خلاص؟ يعني ما الشباب كلهم كده، واحنا ما كناش شباب؟ احنا لسه طبعا شباب. ايوه احنا يعني ما كناش عايشين وشايفين حوالينا والناس واصحابنا عندهم امكانيات والدنيا مفتوحه عادي؟ يعني ما كل وقت بيبقى مفتوح بطريقته، يعني كل وقت بيبقى له. بالعكس، ده احنا زمان الرقابة ممكن تبقى اقل بكتير من دلوقتي، لان دلوقتي في وسائل وصول يعني انا اقدر اوصل لبنتي لو هي فين. زمان ما كانش فيه، زمان 9 نرن الجرس 9، هي مامتي ممكن ما تعرفش تجيبني، ما فيش موبايل، بس 9:05 رن الشبشب بيلزق في وشي، في قرطي على طول، في وشي كده.
لو قالت لي تعالي 9 وانا جيت 9 وتلت 9 ونص في بقي بالشبشب. طب انتوا دلوقتي تقدروا تكلمي بنتك وتقولها تعالي حالا، انت فين؟ لا اصل انت مش واثقه فيا. يا حبيبتي انا واثقه فيكي بس مش واثقه في الاخرين. ايه يا اخوانا، ايه يا اخوانا، ما نلم عيالنا كده ونحاجي عليهم ونحابي عليهم لا ما اخرجش مع اهلي، ما بصيفش مع اهلي، لا ما معلش انا لوحدي بسافر مع اصحابي. ايه المرقعه دي، ايه ده، ايه المحن والمرقعه وقله الادب والتطاول، ايه العيال دي، هو ايه ده، ايه ده، ده بيبقوا رجاله بشنبات دلوقتي ما يقدرش يشرب سيجاره قدام ابوه. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه، زمانكم غير زمن، زمن ايه ونيله ايه، استغفر الله العظيم يا رب. انتوا بتقولوا كلام غريب، ما الناس كانت ممكن تصيع زمان وكانت كده، بس في كان في اب، كان في شخصيه. ايه انت، ايه يعني ايه كينونتك كراجل وانت بنتك مش ما... انت مش عارف هي فين والله، مش فاكر يعني، احتمال تبقى عند صاحبتها دي عند... مش مامتها باين، ممكن تبقى عارفه. ايه الاب يطلق الام والاب ولا الام تعرف ان بنتها عند ابوها، والاب يعرف ان البت عند امها، والبت تبقى طايحه كده ليه يا جماعه؟ ربنا يخرج كل البنات يا رب منها على خير يا رب يا رب. واعتقد ان البنات دول هيتعاملوا بشكل تاني خالص بعد ما يخرجوا، وهيتعاملوا بشكل تاني مع اولادهم ومع بناتهم، لان اللي شافوه ده ما ينفعش. الفضيحة دي اسوأ يعني، ايه استغفر الله العظيم يا رب، يعني اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. الفضيحة دي وحشة وحشة وبتوجع ومرة، محدش ابدا يتمنى انه يتفضح ولا اولاده يتفضحوا ولا ايه ده. ده زمان يقولك كان الراجل وشه تبقى يبقى في الطين، ومفيش انتوا مفيش يعني ما يجيش في بالكم خالص ان البنت دي ممكن يجرى لها حاجه وحشه. يا جماعه امسكوا خدوا بالكم من عيالكم. والبنات، البنت اللي تقعد تقاوح اقعدوا احكوا. انا طبعا انا بنتي طول النهار انتي مش واثقه فيا احنا عايزين نازل، لما قعدت اتكلمت معاها بالراحه، انا اتحاسب عليكي يا حبيبتي، انا لو مخ... انا لا انتي معايا جوهره احافظ عليكي، ارميكي كده في الشارع لكلاب السكك، ده كلاب سكك بينهشوا في لحم البنات، نوصلهم للكلاب كده وينهشوا فيهم، ونكتشف بعد النهش، بعد ما ينهشوا في البيت اكتشف ان بنتي اتعضت واتنهشت واغتصبت واتنيلت. ليه كده، ليه كده، انت هتتحاسبي اكتر منها، انت كأم هتتحاسبي، ربنا هيحاسبك انك ضيعتي. يا خرابي، ده انتي بتحافظي على خاتمك الالماس، تبقي هتموتي. خاتم الالماس ده يتحط في المحف في البتاع السوليتير ويتقفل عليه في الخزنه ونحافظ عليه، وايه وكاميرات على الاوضه وكاميرات، والبت كده مرميه، ايه النيله النصيبه السودا دي، بتفتف وحالتي بلا. يلا سلام عليكم.